بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، أتقدم إليكم بخالص التهاني والتبريكات، وأسأل الله العلي القدير على أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان وأنتم في خير وعافية، وأن يعيننا على صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيه. مبروك عليك الشهر يا الحاج. الله يبارك فيك. قال رمضان؟ لا باقي. قال رمضان يا ولدي؟ ما ندري، أنت اللي تتسمع. أنا ما خلتوني أسمع شيء. شوف يا أبو عيسى، بص، عندي لك ست حتدلعك حتضبطك حتمعمشك. بص، مش حتشوف غير. قول لي ليه؟ ليه؟ حجوزها لك. تجوزها لي؟ واسمها بطة. مطبة؟ السلام عليكم. عليكم السلام. كيف الحال؟ اسمها بطة. مطبة. بطة. بطة. شو السالفة؟ كيف تزوجني بطة الله يرحم والديك؟ حجوزك، حتنعنشك من جديد، حتعمل لك اللي انت عايزه. تقول فرصة جوتك بزيان. استسمحك بعد اذنك. شنو؟ بعد اذنك. اذنك معاك. ماشي. بص، حتدلعك، حترقص لك. بص الرقصة اللي بترقص لك. حتسوي لك كده. اتدلع غيرك. اتدلع. كده. وابو زياد حيطيح شنابه، حيشوف، ويمكن حيتجوزها. بص، خليك معاي. اقول لك، انت بيها ولا انا اللي باخذ؟ لا يا عم الحاج، ما فيش الا هي حجوزها عشان الفلوس. الله يحفظها بها اللي كنا خلاص غير. حبيبي اتجوز. ايش فيك انت؟ يعني وانت حتصير عم؟ اصير عمك. السلام عليكم. سلام ورحمه الله يا باشا. كيف حالك يا مرحبا؟ طيب بيك. سلمك. مبروك عليكم الشهر. الله يبارك فيك. الله يسلمك. يا لي مرحبا. هلا يبا. هلا حياك الله. حياك الله. طيب، علينا في التلفزيون. والله؟ ايه. رمضان؟ ايه. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الله يبارك فيك. الله يبارك فيكم. وانا سمعتك ترى بيزوجونك. يزوجوني؟ يزوجونك بطة راعية المطبة اللي تقول عنها. سمع بيعمل ايه يعني؟ الحين امي تقول بلغ ابوك انها بكرة رمضان وانت تتزوج عليها. هذه مرتي. ايه، قص عليك المصري. يزوجك لك. ما عليك من يا باشا، حتدلعك، حترقص لك. هرجع تاني هرقص لك. ترقص لي؟ اشوف سوي. انت سمكيتك وانا هرقص لك. ماشي؟ وين السجادة عنك؟ وين يا باشا؟ الله! حمرا طماطم حتى ده. ارقص اشوف. ارقص. الله! انت حتطوعها الصغيرة؟ يعني يا ابوك تشبب؟ شيل الشماغ، البس كرافتة. روص. وانت طاوعهم. ارفك عنك. شباب حترجعك. اقول لك يا ولدي اترك. طلع عمرتك. طلعها. ما عليك منهم. هذا جار فساد وهذا عامل فساد. يا ابوك اقول لك شيء، رغم اني متحسف والله عليك، شفت القاري اللي برا يا ابوك؟ ركب امك وتوكلوا على الله. طلعت رقتي لك. خلاص يا مصري، خلاص. ده انا ابو محمد. ده انا حتجوز.